Come on up.
Thank you.
وين السات بعد؟ راه نقول لي ساري واش تلقى الثاني صح اللي جاي يدعم لينا الضغط من ربيتها. يا ابو نعيا كورنر شيء كورنا ديب كورنا عليها الكلام جميل ايام الحلوة هو عنده غلطة قوة كبيرة كلمة القداش واحد يتهتم كيما تلقاش تولي ترقد الله يرد شوف في الكومنتات ما راحش اللي علق فيه ما كانش قانون
بوسمانة بوسمانة ما فهموش داخل قلب النهار قبل حتى نمشي مع شعيب الزواوي وتحمل Salam alaikum. Bon, je dirais que c'est un bon match d'application où nous avons pris ça au sérieux. On n'a pas négligé l'adversaire. Nous avons appliqué les séances qu'on a apprises à l'entraînement. Et alhamdoulilah, beaucoup nous ont reçus. Il y a d'autres qui ne nous ont pas reçus. Donc le reste, c'est quoi? C'est de travailler encore pour propulser plus et attendre les séances qui arrivent, Inch'Allah. Salam alaikum. Alhamdoulilah, faites le mot parler à la khair. ونشكر إدارة الجمعية وإدارة عين يقوت على تغطية هذه المباراة. بربي إن شاء الله تكون مباراة تحفيزية لنا ومباراة تحفيزية ثانية باش تكملوا في الشامبيونة تاعنا اللي رانا الحمد لله في بلاس مو مليح. بربي إن شاء الله نكملوا فيه والحمد لله يا ربي. شحال المرتبة تاعكم حاليا؟ أنا الحمد لله دوكا رانا في المرتبة الثانية وبربي إن شاء الله ناويين الجمعة السبت هذا بربي إن شاء الله نجيبوا نتيجة إيجابية من هواري بومدين اللي تزيد تعطينا إحفاز أكثر باش نلعبوا على الصعود إن شاء الله. واش راكم واش القسم راكم أبو محمد؟ ما بين الرابطات. واش تلعبوا في القسم تطلعوا القسم الثاني محمد؟ إن شاء الله يا ربي. القسم الثاني هو. القسم الثاني هو إن شاء الله يا ربي. رانا زيد واحد الجمعة كيف هكا. والحمد لله نشكركم أنتم على هذه التغطية و يعطيك الصحة. عايشك ربي يهنيك في الصورة. والله السلام عليكم. واش نقول لك المستحقات الماليه كما على بالكم بها العام والخاص اللاعبين مدين شهرين احنا نطلبوا من السلطات الولائيه ولا السلطات المحليه تعاون هذا الفريق لانه رانا نمر بازمه ماليه خانقه
وراح تكمل هكا راهي مش مليحه للفريق، وكما راني نشوف فيها انا كنت كمل هكا الفريق راح يخبط في حيط. ما كانش الساعه هذه ما كان حتى حاجه، ما كان لا سبونسور، ما كان لا شركات، ما كان الشركه اللي راهم يهضروا عليها ديفونديس هذه، ما كان والو، ما عندنا حتى اتصال من اي شركه. احنا انا قلت لك على بالي باللي السلطات المحليه ولا الولائيه باه يسير لك الفريق في قسم الوطني الاول، من المستحيل يقدروا يعاونوا داكور، مي يسير لك الفريق في القسم الاول من المستحيل. حنا نطلبوا منهم يعاونوا هذا الفريق، لان الفريق يمثل ولايه بواقي كامل، ما يمثلش اي مليله وحدها. نطلبوا منهم يعاونوا هذا الفريق، وبربي ان شاء الله راح يكون فيها الخير ان شاء الله. والله هذه ما هي مباراه تحضيريه، الطاقم الفني عندنا مقابله يوم نهار 23 في الشهر ان شاء الله مع اتحاد بسكره، ما هي مقابله تحضيريه، حضر بها المقابله جايه ان شاء الله وفيها خير ان شاء الله. والله احنا ماذا بينا كما قلت الارضيه، خاصه الارضيه اللي يعانيوا منها شويه اللاعبين، احنا ماذا بينا ان شاء الله يوجد الملعب دمان ونعاودوا نرجعوا لملعب دمان ان شاء الله، اللي يكون فيه الخير على الفريق ان شاء الله. ما عنديش مشكل، كومون بطلق يدك.